الافراد دول بينتموا الى تكوينات ما، وبالتالي تعبير المستقلين ده تعبير مضلل، لان هو في الحقيقه هنا هو بينتمي الى عائله، او بينتمي الى عشيره، او بينتمي الى او بيتاجر بدين، وبالتالي بيعتبر نفسه منتمي الى دين سواء مسلم او مسيحي. والطائفيه كان لها دور بارز في هذه الانتخابات في كثير من الـ من الـ من الـ من الدوائر، وسواء من جانب المرشحين مسلمين او مرشحين مسيحيين. وشفنا في دائرتين متجاورتين في القاهره في شبرا ورود الفرج، لما الـ تبين انه في 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 في, في, في رود الفرج في ظهر اليوم الثاني ان اثنين مرشحين مسيحيين عملوا تعبئه واصبح فوزهم مؤكد، حدث تعبئه في الجانب الاخر في الداء، وتم الحشد لصالح اثنين مرشحين مسلمين. وهنا الاحزاب اصبحت خارج الموضوع، لانه الاثنين المسيحيين اللي في رود الفرج واحد منهم كان في حزب والتاني مستقل بيتحالفوا مع بعض، ورغم ان كان في مرشح اخر من نفس الحزب، من نفس الحزب، يعني المرشح المنتمي الى طائفه من حزب معين نسق وتحالف مع مرشح مستقل ضد المرشح المنتمي الى حزبه،